تناول غذاء صحي ومتوازن خلال فترة الحملة لا يعني تناول كميات كبيرة من الطعام، لذلك من المهم أن تنتبه الحاملة إلى الكيف وليس الكم. في هذا المقطع نقدم لك الأطعمة الغنية جداً لتناولها عندما تكونين حاملاً في الشهر الأول. أولاً، منتجات الألبان. أثناء الحمل تحتاجين إلى تناول مزيد من البروتين والكالسيوم لتلبية احتياجات طفلك الصغير الذي ينمو. يجب أن تكون منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي في القائمة. تحتوي منتجات الألبان على نوعين من البروتين عالي الجودة. الألبان هي أفضل مصدر غذائي للكالسيوم، وتوفر كميات عالية من الفوسفور وفيتامين بي والمغنيسيوم والزنك. ثانياً، البطاطا الحلوة. البطاطا الحلوة غنية بالبيتا كاروتين، وهو مركب نباتي يتحول إلى فيتامين آ في جسمك. فيتامين آ ضروري لنمو الطفل، فقط احترسي من الكميات الزائدة من المصادر الحيوانية لفيتامين آ مثل لحوم الأعداء. لحسن الحظ تعد البطاطا الحلوة مصدراً نباتياً وافراً للبيتا كاروتين والألياف. الألياف تجعلك تشعرين بالشبع لفترة طويلة وتقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم وتحسن من صحة الجهاز الهضمي وتساعد في حل مشكلة الإمساك أثناء الحمل. ثالثاً، سمك سلمون. سمك سلمون غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية التي لها مجموعة من الفوائد على الحمل، حيث أنها تساعد في بناء دماغ وعين طفلك ويمكن أن تساعد في زيادة طول الحمل، ولكن يفضل تجنب الأسماك التي يوجد بها نسبة مرتفعة من الزئبق والتوجه للأسماك الدهنية مثل السلمون. بالإضافة إلى أن سمك السلمون هو من أحد مصادر طبيعية لفيتامين د المهم لصحة العظام والجهاز المناعي. رابعاً، البيض. يعتبر البيض من أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها، وذلك لأنه يحتوي على القليل من جميع العناصر الغذائية التي تحتاجينها، حيث تحتوي البيضة الكبيرة على حوالي 80 سعرة حرارية وبروتين عالي الجودة ودهون صحية والعديد من الفيتامينات والمعادن. كما أن البيض من المصادر الرائعة للكولين، وهو عنصر غذائي حيوي أثناء الحملة، ويعد مهما لنمو دماغ الطفل ويساعد على منع حدوث تشوهات نمو في الدماغ والعمود الفقري. وتحتوي البيضة الواحدة على حوالي 147 ميلي جرام من الكولين، والكمية التي ينصح الأطباء بتناولها يومياً أثناء الحملة هي 450 ميلي جرام. خامساً، الأفوكادو. الأفوكادو هي من الفواكه غير الاعتيادية، وذلك لأنها تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة، كما أنها غنية بالألياف وفيتامين بي وحمض الفوليك وفيتامين ك والبوتاسيوم والنحاس وفيتامين ه وفيتامين سي. تعتبر الأفوكادو أيضاً من أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها أثناء الحملة بسبب محتواها العالي من الدهون الصحية وحمض الفوليك والبوتاسيوم، حيث تساعد الدهون الصحية على بناء جلد طفلك ودماغه وأنسجته، وسيساعد حمض الفوليك على منع حدوث التشوهات في الدماغ والعمود الفقري للجنين. سادساً، حمض الفوليك. يساعد حمض الفوليك المعروف بفيتامين B9 على تقليل خطر الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي والتشوهات الخطيرة في الدماغ والحبل الشوكي عند الطفل. المصادر الغنية بحمض الفوليك هي الخضروات الورقية الخضراء والحمضيات والفاصوليا المجففة والبازلاء. وحمض الفوليك هو مهم للغاية بالنسبة لك ولطفلك، خاصة خلال أول 3 أشهر من الحملة، وقد تحتاجين 600 ميكروغرام على الأقل من حمض الفوليك يومياً. سابعاً، المكملات الغذائية. يجب استشارة الطبيب حول تناول المكملات الغذائية كحبوب الحديد والكالسيوم وغيرها، إذ قد تعاني الأم من نقص في بعض العناصر الغذائية على الرغم من اتباعها لنظام غذائي صحي. لذا فإن المكملات الغذائية خلال فترة الحملة تساعد على تلبية الاحتياجات من العناصر الغذائية المختلفة.